تغيير أوقات الدوام هو تجريبي لمدة 3 أشهر، برأيكم كجهة مختصة هل نجح في فك الاختناقات المرورية لو نرجع لأوقات الدوام السابقة؟ أنت كيف الشهادة تشارك؟ والله انا يعني اكو ايام اشوف لا كل زين، وتجي ايام لا خاصه الظهر المشكله. لا حقيقه يعني هذا تغيير اوقات الدوام الرسمي ساهم بحل عقده كانت مستحيل تنحل بموضوع زحامات المروريه. يعني احنا الفتره الصباحيه كانت هناك عندنا زحامات مروريه جدا خانقه في اغلب شوارع عاصمه بغداد في جانبي كرخ الرصافة. بعد القرار الاخير من مجلس الوزراء لا احنا الفتره الصباحيه تشهد انفراجه في حركه السير المروريه. كان هذا رايكم يعني.